مبسوط جدا 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 من مبادرة بنك ناصر ان هو داخل بحيث بيقدم قروض ميسرة للطلبة سواء في دفع المصاريف او كذلك في الحاسب الآلي او شراء التابلت. وبالتالي هنا بندي كنا لسه جايين من شرم الشيخ وبنتكلم على الشمول المالي. كلمة الشمول المالي وهو إتاحة المواطن سواء البسيط من ناحية المالية وكذلك المتوسط والقادر على ان هو يبقى عنده قدرة على الحصول على قرض او على تسهيلات او على كذا. ده مثال في تقديم التيسيرات الوزير. بس مع الضمانات الواجبة. ومن هنا بتدخل ما نسميه مخاطرة. بيبقى البنوك بتبقى عاملة المبالغ بتبقى اقل ولكن نسبة المخاطرة اعلى. يوم ما تنتشر بتجدي ان المخاطرة تقل. وبالتالي هو انتشار امكانية الوصول الى الاموال حتى يمكن تحديد تحقيق الاحتياجات اللي هو الشمول المالي اللي بنتكلم عنه احد امثلته ما يتم الان في بنك ناصر. لهم قواعد بقى صدقيني ان هي لا وزارة التضامن غير التموين. فانا كنت داعي معالي وزيرة التضامن ولكن هي مع سيادة الرئيس في امريكا فتوجهنا بالدعوة لنائب رئيس التنفيذي لبنك ناصر وهو معنا هنا. معرض معمول من الغرف بالاشتراك مع منتسبينها من الصناع والتجار من اجل توفير السلعة للأسرة المصرية بمناسبة دخول المدارس. كل قطاع له تخفيضات مختلفة عن الآخر لكن اللي أقدر أقوله أنه بيتباع بسعر الجملة في متوسط الأسعار اللي موجود. اتنفذ واتفتح من امبارح والنهاردة في 11-12 محافظة. معالي وزير التموين عمل أوكازيون لغاية آخر الشهر فده فرصة زي المعرض إن هيتوفر فيها السلع بأسعار مخفضة. المعرض من 18-22-9 أتمنى إنه يتمد أكتر من كده بس هو صندوق للأسف عنده أجندة مليانة معارض. إذا اللي بعدين سمحوا إنه يخش متأخر أعتقد إن إحنا هنمده يومين كمان. أنا تصور انه في 13 محافظه غير القاهره بيقام فيها اهلا مدارس. سبب التاخير انه كان الجهاز صندوق الاجتماعي كان مشغول بمعارض اخرى قبلنا. احنا خرجنا اللي قبلنا في الحقيقه بدري يومين وهم مشكورين طبعا لكن هو كله لصالح مصر. يعني الاسعار هنا افضل من الفجاله شويه لان ما فيش حد من العارضين متكلف اي اعباء. هو جاب بضاعته و يعني احنا قايمين بجميع التجهيزات والصندوق الاجتماعي في الحقيقة مشكور ما خدش فلوس مننا وقايمين بجميع الدعاية. فأتصور انه الإقبال هنا هيكون يعني مرضي جدا بالنسبة للعارضين.